أهلا وسهلا، شكرا على حضوركم الليلة بمركز جميل للفنون. الليلة أنا متحمسة كتير لأنه هذا أول حوار باللغة العربية، وإن شاء الله رح يتكرر هذا الشيء بالتعاون مع مؤسسة برجيل للفنون، وشكر لسلطان سعود القاسمي والأستاذ إبراهيم إسماعيل. فنترك الباقي الوقت لإلك، وبعدين بالآخر عنا أسئلة، صح؟ أوكي، طيب، شكراً كتير. شكراً للأخت لانا، شكراً لكم على حضوركم، شكراً لمؤسسة جميل للفنون، وشكراً الشكر الكبير للأستاذ الفنان الكبير إبراهيم إسماعيل اللي حضر من الكويت بالأمس. سنمضي معاه ساعة ورح نتحدث عن تاريخ الفن الخاص به، وايضا تاريخ الفن في الكويت في الخليج، وايضا نتطرق الى بعض الحركات الفنيه التي مرت فيها الكويت والمنطقه العربيه. في البدايه طويل العمر راح اوري الصوره هذه. طال عمرك استاذ ابراهيم، هذه الصوره من سنه 61. استاذ ابراهيم اسماعيل من مواليد سنه 45، يعني طال عمرك كنت في هالفتره كان عمرك حوالي كم الحين؟ كان 19 سنه. فخبرنا عن اللوحه، عن الصوره هاي. طال عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه قبل لا ابدا احب اشكر مركز جميل الفنون، واشكر الشيخ سلطان سعود القاسمي على دعوته الكريمه لي، وأشكر الجمهور الحضور اللي حضروا الندوة اليوم. في الحقيقة هذه اللوحة أنا رسمتها كنت طالب في المرحلة المتوسطة. هي عبارة عن سوق، مسجد السوق الكبير اللي هو سوق الدولة قبل، هذا كان مسجد سوق الدولة رسمي، يصلون فيه صلاة الأعياد ومناسبات يحضر فيها صاحب السمو. قياسها 90x60 بالألوان الزيتية. طبعا في البدايه الفن التشكيلي كنا نروح المرسم الحر. المرسم الحر كان جزء من مدرسه قتيبه في منطقه المرقاب، وكان تحول بعدين تحولت المدرسه الى المتحف العلمي التربوي، وجزء بسيط منه كان المرسم الحر. كان في المرسم الحر يون هواة، وكان هناك متفرقين، فنانين متفرقين من قبل وزارة التربية في البداية، لأن أول ما تأسس المرسم الحر كان تابع لوزارة التربية، بعدين تحول إلى وزارة الإعلام، تطور. نعم. وانتقل المرسم الحر إلى مبنى قديم. نعم. في على البحر قبال سوق شرق. نعم. وما زال موجود هذا المرسم الحر لحد اليوم. احنا بالمناسبات العيد الوطني 25 فبراير. نعم. نروح يوم 25 و26 نشتغل هناك أعمال فنية. نعم. عن التراث الكويتي بالمناسبة. طال عمرك منو اللي كان يدرس في المرسم الحر؟ يعني نحن نسمع عن المرسم الحر في الكويت ودوره الكبير، بس من هم المدرسين؟ اي في مدرسين من وزاره التربيه كانوا مصريين اكثرهم ذيك الحزه. نعم. يجون بارت تايم بالليل. نعم. طبعا كل هذا بالليل. نعم. بالنسبه للمتفرقين يكون الصبح، والواد اللي يجون بالليل من بعد الظهر. فمدرسين يعني هم مدرسين تربيه فنيه، مو تعيين رسمي، ما في تعيين رسمي لهم. يوجهون الواحد يعني على اساس يرسمون، على اساس نشارك في معرض الربيع. قبل معرض الربيع كان معرض البطوله العربيه سنه 59، البطوله العربيه سووها في ثانويه الشويخ. في سنه 60 معرض الربيع الاول في مدرسة المباركية، في صالة مدرسة المباركية في السوق. هذا استمر معرض الربيع، كل سنة يقام هذا المعرض في مناسبة وقت الربيع. طال عمرك هاي الأعمال اللي كانت تنعرض بهاي المعارض، معرض الربيع من سنة 59، الأعمال هذه من سنة 60. طال عمرك 60، من اللي كان يقتنيها؟ وين كانت تروح؟ هل هي موجودة الأعمال؟
الأعمال أكثرها ترجع لنا قبل ما في عادة المقتنيات، لأن الجمهور للحين كان في بداية النهضة الفنية نادر ما يقتنون. نعم. حتى الحكومة ما كانت في البداية تقتني. نعم. نعم. لكن نعم. أنا أذكر أول ما أسسوا مستشفى الصباح. نعم. يا الأمين العام للمستشفى مريم، أقول بريس، حمود البريس مع رئيسة السسترات اختار مجموعة لوحات، هذه أول مرة لمجموعة فنانين، من ضمنهم طبعا اختار مني أنا بعد لوحتين، عرفت من جميع الفنانين على أساس يوزعونهم في أجنحة مستشفى الصباح. نعم. هذه بداية هذا، هذه أول اقتناء، أول اقتناء رسمي يعني. بداية تاريخيا مهم. أيه؟ ان اول اقتناء صار سنة 61 61 من قبل وزارة الصحة. نعم نعم. أيه. بعدين طلع نظام ان كل يعني لجنة طلعت يسوون لجنة المقتنيات. نعم. تقتني من الفنانين طبعا يختارون. نعم. بعض الاعمال تطلع لجنة وتختار بعض الاعمال، والاعمال هذه تروح للمجلس الوطني. نعم. أيه. ويأسسوا فيها المتحف الفن الحديث. نعم. بعدين يجي دور وزارة الخارجية هني، في الحقيقة هم قاموا في دور مهم في أواخر السبعينيات في تزويد السفارات دولة الكويت بلوحات الفنانين التشكيلين عن التراث الكويتي، لأن الحقيقة إحنا من ضمن معنا الفنان أيوب حسين الله يرحمه وأنا كنا حاطين هدفنا إن إحنا نركز على التراث، لأن في الحقيقة إحنا تراثنا شبه اندثر. نعم. يعني جت الحكومة للأسف ثمنت البيوت القديمة والدواوين القديمة والمساجد القديمة والمدارس القديمة وهدموها. نعم. متى حسوا؟ نعم. بالأوائل التسعينيات. نعم. حسوا بأن هالمشكلة. نعم. هذه صارت كبيرة، قاموا. نعم. طلعوا كتاب ضخم مدينة الكويت القديمة، أنا عندي منه نسخة، عندي بعد صورة ثانية بالتليفون، على أساس وثقوا ما بقى من المباني القديمة، بعضها متهالك. كلش. من ضمنهم متحف الفن الحديث، هذه بالحقيقة متحف الفن الحديث كانت مدرسة في البداية للبنين، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد يقول لنا أنا درست بها المدرسة، قلنا له شلون هذه مات البنات، يقول لا هذه في البداية كانت للبنات بعدين للبنين بعدين حولوها للبنات. أيه. وسووا يمها مدرسة ثانية. أيه. شرقية. أيه. للبنين أكبر. أيه. منها. أيه. اللي الحين فيها المعهد الدبلوماسي. أيه. طال عمرك. أيه. هذه السنة، هاي الصورة سنة 61. أيه. نفس السنة رسمت فيها اللوحة هذه. أيه. هذه اللوحة نفس السنة يعني. أيه. كان عمرك لا هذه طال عمرك بمناسبة الاستقلال. أيه. بس هذه عقبها. بس يعني نفس سنة 61 طال عمرك. أيه. هذه تمثل الشيخ الله يرحمه عبد الله السالم. نعم. اللي هو نسميه ابو الدستور. نعم. لانه هو اسس المجلس التاسيسي وعقبه. نعم. مجلس الامه. نعم. فطبعا انا هنا حطيت الدستور. ايه. وبعدين حطيت ميزان العداله. نعم. والنص السيف. نعم. السيف هذا دليل ان الحق يطبق. ايه. القانون يطبق. بعدين هني علم الكويت الجديد، والجهة الثانية شعلة النور للمستقبل. نعم. والفوق حمامة السلام. نعم. تمثل السلام اللي انتشر في منطقة الخليج بصفة عامة. نعم. بعد ما استغلت الدول الخليجية من الاستعمار البريطاني أكثرها سنة واحد. نعم. ستينيات. نعم. الكويت طبعا سنة 61 استغلت. نعم. عن الاستعمار البريطاني. نعم. وصار عندنا انفتاح وسفارات في مختلف الدول. نعم. طال عمرك كان عمرك 16 سنة في هالوقت. وين؟ لا هاي اللوحة هذه 18 61 45 16. لا 18. طيب بس هل كان 45 هل كان عندنا وعي؟ يعني هل كان في وعي من الشباب الكويتي باللي صاير بالبريطانيين يعني استقلال الكويت؟ كان في وعي من الشباب من هاي الجهة؟ هل في فنانين ثانيين وثقوا هاي الفترة؟ احنا سوينا طبعا اكثر اللوحات راحت. أنا من ضمن وثقت لوحة المظاهرات اللي صارت. سويت لوحة بس راحت. شوف وايد لوحات سويناها في البداية لما نشارك فيها بمعارض الربيع. ساعات ما ترد تروح.
يشيلونا يودونا المخازن، لازم الفنان يقوم رأسا يشيلها قبل يودونا المخازن. نعم نعم للأسف. نعم يعني نعم. طال عمرك هذه صورة، هذه صورة في مدرسة هذا معرض الربيع. ايه. الرابع. نعم. في مدرسة، في المدرسة المباركية، في صالة المدرسة المباركية. ايه. وهني احنا في فنانين، احنا ثلاثة أو أربعة، بعدين باجي جمهور. طال عمرك أنت اللي على الأرض، اللي قاعد على الأرض. هذا أنا اللي قاعد على الأرض. نعم. وراي فنان سامي محمد اللي واقف. أي واحد سامي محمد؟ طال عمرك سامي محمد اللي حاط إيده على كتفي. أي. زين. هذا. واللي هذا. واللي على يساره. اللي على يساره فنان عبد الرسول سلمان. أي. واللي وراه فنان إماراتي الحين صار كان بالكويت اسمه عبد القادر شريف. عبد القادر شريف. عبد القادر شريف كان موجود ودرس بالكويت، بعدين هاجر راح الامارات. هو عبد القادر الرئيس. اي ما اي عبد القادر. أي. موجود عندكم. اي اللي هو صغير هنا اللي على اليمين. هذا خجول كان وشويه انطوائي كان، يعني في حاله لما يرسم ما يسولف مع احد. حتى حسب ما قال المدرس مره في واحد طعنه بسكينه. يا ودي اشوفه انا ترى كبر الحين. يعني الكويت على فكره قبل سنتين. ما شاء الله. طال عمرك هل لكم الفنانين كان لكم لقاء يعني مستمر؟ ايوه جمعيه الفنون التشكيليه. اول شيء بالبدايه المرسم الحر. نعم. بعدين تم تاسيس جمعيه الفنون التشكيليه سنه 68. نعم. عرفت شلون؟ نعم. اجرنا بيت. ايه؟ بيت على البحر. ايه؟ بيت عود، بيت عربي. بعدين قاموا يبي يثمنون البيت. بيت من اروع ما يمكن، في حوشين ودورين. والله هذا البيت كان الجمعية، هذا البيت كان مقر الجمعية. اي احنا تأجير اجرناه. ايه. ايه. بعدين انتقلنا يوم قالوا يبا نبي نثمن البيت. ايه. لازم تطلعون. رحنا بيوت الله يسلمك نسميه بيوت شيخ البحرين. ايه. عبد الله السالم اهدى بلوك كامل حق شيخ البحرين من ضمنهم السفارة الامريكية. ايه. يم هيلتون. ايه. رحنا اجرنا هناك. فهمت؟ ايه. قعدنا كم سنة. ثانينا امر من الشيخ ان اخلو البيت فيلا صغيره. نبي نهدم المبنى لان البيوت قديمه حوالين السفاره. نبي نهدم. هذه معلومات مهمه للتوثيق. ان مقر جمعيه الفنانين كانت في بنيد القار. بنيد القار يم فندق هيلتون في سنه 68. وظل في هالمكان؟ لا من ثم انتقلنا بعدين. بعدين راح سنة 70 75 انتقلنا إلى المقر الثاني. وهاي طال عمرك لوحة اسمها استوديو الفنان. إيه؟ سنة 56 هاي من نفس الفترة. إيه؟ نعم. فترة اللقاءات هذه لما كنت. إيه؟ بعد مدرسة المباركية. هذه من الأعمال اللي راح نزورها بعد شوي لنا تعليق على اللوحة هذه. بس نحن. إيه؟ جبناها تشوفونها على اليسار. هذه صغيرة. إيه صغيرة. إيه؟ فراح نتكلم عنها بعد شوي. طال عمرك هذه ايضا معارض. هذا معرضي معرض خاص. اي معرضي، افتتاح معرضي اللي هو الخامس. هذا اول معرض طال عمرك؟ لا اول معرض سنه 69. ايه؟ سنه 69 معرضي الشخصي الاول. ايه؟ في نادي الغزال افتتح الشيخ. نعم. يابر عبد الله اليابر محافظ الاحمدي. نعم. هذا اول معرض. طال عمرك ثاني معرض. ايه؟ تفضل. كانوا الشيوخ يحضرون افتتاح المعارض؟ لا ندعي الشيخ. نعم. يفتح المعرض عشان. نعم. يقص الشريط. نعم. الشيوخ لا ما يحضرون المعارض. نعم. الا بعدين عقب الافتتاح اللي يحضر. نعم. من ضمن الجمهور. نعم. بس هني الشيخ عبد الله اليابر. نعم. يا مع الشيخ سالم هو مستشار صاحب السمو. نعم. يا مع الشيخ سالم معرض الشخصي. أيه. غير موجود. أيه. ووراء يسمونه الشاعر احمد العدواني امين العام. أيه. مجلس الوطني. نعم. صالة الفنون في الحقيقه بالاساس إيه ما كانت صالة الفنون. أيه. ستيج مسرح. مسرح. إيه بعدين سلموها حق مجلس الوطني. قطوا الستيج ووسعوا الصالة. صارت صالة الفنون. بعدين في الانتريل هو المدخل هدموه وسعوه سموه صالة أحمد العدواني. نعم. ومن هناك صالة. نعم. الفنون. ما شاء الله. يعني رقعوا فيه شوية. نعم. إحنا طبعاً في الحقيقة كفنانين نشتكي من هالشغلة هذه. ما. نعم. عندنا صالة مثل الدول الثانية. ايه؟ مثلاً أنا أقول لك مثال على ذلك. أنا رحت كوريا ما شاء الله شيء عجيب عندهم. طيب. مساحة رهيبة صالات ونوافير وحدائق. ايه؟ جنوب أفريقيا رحت. ايه؟ ما شاء الله ما حد يصدق احنا نظن ان جنوب افريقيا دوله متاخره. نعم. هي دوله متحضره. ما شاء الله.
قطعة من بريطانيا. طال عمرك هذه اللوحة اللي على التلفزيون الحين لها قصة. هذه ما رسمتها بريشة. هاي طال عمرك رسمتها بصبعي. كيف بصبعي؟ الشكل. صبعي أنا عسمان بيدي عسمان سويها شكل. أشيل اللون من البلدة وأحطه. ما شاء الله. إيه بعدين إذا بغير اللون. مش صبعي بالكلينكس وحط لون الثاني. هذه الطريقة خلتني أحافظ على سماكة الخطوط يعني نفس الأصبع. يعني هاي بصمة، هاي كلها بصمة. بصمة. ايه. بس بصمة متحركة. بصمة متحركة. مو ثابتة. ايه. ما تطلع البصمة. الغروب. الغروب. طال عمرك هذا المشهد الغروب هل حضرته ولا رسمته مثلا من المرسم؟ لا لا أنا عندي بالبيت. 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 الغروب من عندي. لأنه مفروض إذا في مطر يصير الألوان السبعة مالت قوس قزح. قوس قزح. بس هني من ما اهتمت لأنه ماكو مطر. ما في. طيب طال عمرك دخلت يعني ما شاء الله عليك في الخزف. في الخزف يعني في عد تعدد المواهب ما شاء الله عليك من الرسم إلى الخزف. الخزف. فخبرنا عن الخزف وعن القطعة هذه. في الحقيقة أنا اشتغلت في الخزف مو فترة طويلة، والسبب الرئيسي إن قطعة الخزف هذه الطينة لو حطيناها بالفرن أول مرة لبن إذا في فراغات صغيرة ساعات تصير في الطين ونحطها بالفرن، الفراغات هذه شنو فيها؟ هواء، فالهواء يتمدد يكسر القطعة ويكسر القطعة اللي يمها. نعم. أنا تمشكلت فيها كذا قطعة انكسرت عندي. قلت هذه مسألة يعني اشتغلت طبعا يمكن عشر قطع أو أكثر أو أقل ما أذكر. بعدين في نقطة ثانية بالنسبة للخزف، إن حطيتها بس تطيح تنكسر. نعم. هذا الفرق. فجيت هنا توجهت إلى النحت على الخشب وفيبر غلاس. قلت سويت منحوتات من فيبر غلاس. هذه اللوحة من عفوا التمثال اللي من فيبر غلاس لو طاح التمثال ما ينكسر لأن الفيبر غلاس خفيف ويتحمل. بعدين اكتشفت أن أحسن مادة للنحت الخشب، خصوصا خشب السايد. وهني أكو لوحة اللي هي لوحة السعلو. هذه لوحة السعلو. نعم. أعتقد ما هذه يعني. يمكن برشة ثانية. طال عمرك هذه اسم القطعة هاي المبرقعة. إيه. هذه يعني هذه عبارة عن لوحة أو قطعة تمثل امرأة لابسة برقع. لابسة برقع. بس. لو وريناها فريناها من ورا الثانية من جهة ثانية عبارة عن قطوة. قطوة. فطيب يعني هل في مغزى؟ لا لا ما في مغزى. طيب لا 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 الشيخ يبي يحرجني مع الحليب. لا لا أسأل بس. لا ما في ما في مغزى. لا ليش انا اقول لك شغله، اذا انا سويت التمثال من الجهه الاماميه السلام والرحمه، سويت الجهه الاماميه معناته راح اسوي ظهر. الظهر ما في شيء. ما في شيء. فاقوم استغل الجهه الثانيه اللي هي الخلفيه بشغله ثانيه. بس طال عمرك وين تعلمت فن الخزف؟ إيه وين تعلم فن الخزف يعني هو مختلف. في معهد المعلمين. في معهد المعلمين. إيه. وكان في مدرسين يعلمون خزف. وتخصص في قسم حق الخزف وقسم حق ألوان زيتية. اشتغل فيها. عرفت شلون؟ وبعدين الإنسان كفنان لازم يجرب معظم المواد، ما يقعد على شغلة واحدة. لكن الحين أنا تخصصت بالألوان الزيتية. وأسوي ألوان مائية بعد. طال عمرك دخلت في فترة الستينات وأيضا في السبعينات إلى التسعينات دخلت في الفن السياسي وحاولت أنك يعني تؤرخ أحداث سياسية في اللي صارت في المنطقة، من ضمنها هذه اللوحة اللي اسمها انفجار أثناء الحرب. اللوحة ترجع لسنة 66 ولكن هذه اللوحة أصلا تؤرخ فترة ثانية. 56 اللي حرب السويس. نعم هذه حرب السويس اللي هي الحرب اللي صارت اللي هو العدوان الثلاثي على مصر. على مصر في معركة بورسعيد. نعم. اللي هي بين إسرائيل وفرنسا وبريطانيا. نعم. فطبعا هذا سويت عقب. في 56 أنا كنت في المرحلة الابتدائية. كنا نرسم بالألوان المائية. كنت شاب صغير. نرسم في الكراسة عادية. بعدين أنا عقبها تطورت لما جاء الموجه شافني في المرحلة الابتدائية اني قاعد ارسم شغلات حلوة، قال حق المدرس هذا مفروض تعطيه ورقة ما يرسم بالكراسة. قام يعطيني ورقة 70x50 الكبرى ارسم فيها عشان المجال يكون اوسع. عرفت؟ طال عمرك اسألك
يعني وين المنظر هذا، وين استلهمته، من وين جبت الفكرة هذه؟ فكرة المنظر الانفجار هذه، هل شفت في جريدة؟ لا، هل لا شفت في كتاب؟ إذا في حرب معناته في يا انفجار يا ذبح، يعني رشاشات. في رشاشات فأنا مسوي هني الجنود ومسوي بعد فوق طيارات فوق بعد في طيارات صح. هذه حالة الحرب يعني. نعم. التاريخ يعيد نفسه. الحين الربيع العربي للأسف الشديد انقلب علينا، صار الخريف العربي. وهذا طبعا حركة صهيونية. ما أرخت عمي، ما أرخت والله، أرخت سويت حتى الحصان العربي تأثر في الربيع العربي. لوحة مستطيلة موجودة عندي، موجودة في البيت بس مو موثقة هني. عبارة عن شنو؟ انفجار بالنص ومني خيل هاي يجي مني والخيل الثاني منك، وطبعا الباك جراوند كل عبن شغلات يعني لها علاقة بال بالعمليات اللي يسوونها. هذه اللوحة أيضا داعش وبن لادن شغلات للأسف يعني أنا تأثرت فيها. طال عمرك هذه أيضا لوحة ثانية ترجع لنفس الفترة سنة 67. هذه اللوحة طبعا في أحداث صارت في 67، ولكن هذه اللوحة مش عن الحدث اللي نحن نتوقعه. هذه لوحة لفتة جميلة من الفنان. حدث طبيعي، حدث طبيعي زلزال في منطقة أغادير في المغرب، وأنا تأثرت في الشغلة مثل ما تأثرت في رحلة أبولو 11. نعم راح نوصل لها هذيك. بس هاي طال عمرك كان في زلزال في المغرب سنة 67، وكان في ضحايا كثير راحوا في الزلزال هذا. ولكن أنا سؤالي لك، وين جبت الخبر؟ الخبر وين سمعت عنه؟ بالإذاعة. أي إذاعة؟ والله اي اذا يعني اكثر شيء كان ذيك الحاجه صوت العرب. صوت العرب إيه؟ فكنت تسمع صوت العرب إيه؟ وسمعت عن الزلزال إيه؟ والضحايا. حتى الكويت جابت الخبر إيه؟ وبعدين رحت ورسمت اللوحه هذه. لا مو راسين، عقب فكرت فيها. هذه اللوحه يعني فيها مثل الصحون الارضيه هذه اللي قاعده يعني تتحرك. صح ولا لا؟ طيب احجار وشغلات ايش تنزل. خيال. نعم لوحه مهمه. طال عمرك لك أيضاً أكثر في أكثر من مناسبة استغلت مع اليونسكو. بوستر هذا ثقافي للناس في الأمم المتحدة، تحثهم الأمم المتحدة لأنهم يتبرعون للدول الفقيرة. نعم. أو الدول النامية. فطبعاً كلفوني في الشغلة هذه، سويتها على أساس توزع على نطاق عالمي. نعم. في دول المكتوب تحت اللوحة الطعام لكل فم. طعام لكل فم اللي هو طبعا القمح. هاي سنبلة القمح. هذه طبعا أساس الغذاء. الخبز. ما شاء الله. طال عمرك هذا أيضا هذا معرض من معارض الجمعية في صالة المدرسة المباركية، لأن أول إحنا طبعا ما عندنا صالة الفنون. عندنا صالة المدرسة المباركية نسوي كل معارض الربيع فيها ومعارضنا. هذا معرض الجمعية. وهذا لزوار أجانب. زوار أجانب. طال عمرك في حدث كبير تأثرت فيه أيضا ووثقت في أكثر من عمل، اللي هو حدث صراحة يعني غريب علينا نحن في الإمارات أو في الخليج. ما توقعت أن أشوف فنانين يوثقون الحدث العالمي اللي هو رحلة أبولو 11. أبولو 11 في الحقيقة. رحلة أبولو 11 بالنسبة لي ذيك الليلة ما نمت والله، وأنا البث كان عن طريق الإذاعة. قلت أفكر، قلت إذا أبولو انفصل عنا إيجل وطب أرمسترونج واللي معاه على القمر، هل بالردة إيجل راح يلتهم في أبولو 11 أو لا؟ الله أكبر. لو أبولو لو إيجل ما التحم في أبولو 11 معناتها الرواد راح يتمون على سطح القمر طول العمر. عرفت شلون؟ فلما صار ان الحدث ان فعلا التحم إيجل على سطح القمر، ترى في لوحة هني لو تشوينها انا قاعد ارسم اللوحة صور مبينة هني هني هذا أبولو 11 لوحة بروحها، وهني على اليمين إيجل ينزل قاعد ينزل على سطح القمر. الإيجل اللي هو الجزء اللي نزل الكبسولة نزلت الكبسولة اللي انفصلت وترجع عن أبولو 11. هي طبت على القمر. المرحلة اللي تبي يعني مرحلة حرجة وايد، إن هل
تلتحم ولا لا؟ هذه اصعب مرحله. فاستانست لما سمعت ان التحمت. اي اي صراحه اقول لك تاثرت ما نمت انا. وقتها كان عندنا بالليل نص الليل وقت اللي الحدث هذا في امريكا. بالليل ما نمت. عم تتابع التلفزيون ولا على لا اذاعه؟ الاذاعه يعني الناس يعني حضرتك بس اللي تتابع ولا كان في ناس في الكويت؟ لا انا قاعد في حجرتي. لا انا ما ادري عن الناس الثانيين. انا قاعد في حجرتي مسدع على الفراش قاعد اسمع. والوقت كان متاخر يمكن فوق ال 12 بالليل متاخر. البث نعم البث عندهم بالاذاعه. بس شو اللي هم يعني شو اللي همك انك ان توثق هالمرحله؟ انا طبعا هذا اول شيء حدث عظيم في نفس الوقت يعني علم تكنولوجيا. يعني الانسان دائما خصوصا فنان لازم يتابع التكنولوجيا والاحداث عشان يسجلها. وهذا تمثال الخزف. الخزف هذا من مقتنيات الشيخ يعني محتفظ فيهم. طال عمرك بس هو شكل الرائد الفضاء. شكل رائد الفضاء من يعني من وين استلهمت الفكره؟ من خيالي. لان شكل مو شكل امريكان بالضبط. لا من خيالي انا. شكل كويتي او خليجي. لا احنا بعيدين عن الشغله هذه للاسف. مو بعيدين وايد ان شاء الله. يعني ان شاء الله الحين غير. لا هذا مجرد خيال فنان. شلون اتخيله شلون اسويه؟ ترى على فكره هذا مجوف من داخل لان صدف ان اي قطعه مو مجوفه عدل من داخل يعني تنفجر. هذه الحمد لله من القطع اللي ما انفجرت الحمد لله. بعدين قلت لك انا لما انفجرت القطع اللي قامت تنفجر عندي قمت اتجهت للفيبر جلاس والخشب اضمن لان وايد اعمال راحت انفجرت بعضها تطيح تنكسر خصوصا لو عندنا معرض برا الكويت هذه مو مضمونه حتى لو عليها انشورنس. نعم انشورنس ما رجع لك قطعه انكسرت راحت. نعم عميد صراحه يعني في الحقيقه اني يعني اتعامل مع معارض ومع مثقفين في الخارج. فالمثقفين في الخارج والجرائد والإعلام يسألون أنتم الفنانين في الخليج عندكم تفاعلوا مع أمور خارج المنطقة؟ فهذا أكبر دليل أن الفنانين في الخليج كانوا يتفاعلون مع أحداث عالمية وأحداث عربية وشرق أوسطية. مثل ما تفضلت يعني. فهذا يعني سعيد جدا بالحصول على هذه الصور. الحمد لله هذه شرف لي. هني هذه أول معرض سويته شخصي. نعم. سنة 69 في نادي الغزال في منطقة بوحليفة. افتحه الشيخ يابر. عبد الله اليابر اللي هو ولد الشيخ عبد الله اليابر اللي من ساعة شفناه مع الشيخ سالم يفتح الشريط. شريط معرضي. اللوحة اللي ورا هذه رقصة سريعة. هم تمثل شيء عالمي. ووراها يعني السيرك هم شغلة عالمية. عندك موجودة. وهذه من واحدة من سدحة. عرفت شلون؟ واحدة من سدحة. طال عمرك كانت لابسة أزرق. لا أنا بعدين حطيت لها لبس. هي كان لبس خفيف عليها. يعني لبس شفاف. فأنا سترها حطيت عليها اللبس. يبي يحرجني هو. بس أنا لا يعني نحن قاعدين. لا صراحة يعني ما مستحيل أحرجك عمي. ولكن المهم نحن في الإمارات وفي الخليج وفي الكويت نوثق الحقيقة. شو اللي صار الحقيقة؟ إن هذه رسمة كانت تبين شيء. وهذا الشيء تغير. فأنا سؤالي لك هو هل المجتمع تغير؟ هل نحن تغيرنا؟ شو اللي تغير علشان نحن؟ طبعاً المجتمع تغير. صار المجتمع حالياً متدين أكثر. وملتزمين. يعني مثلاً الحين نشوف الشباب الحمد لله كلهم يصومون. كلهم يصلون. وما شاء الله أكثر الحريم قاموا يتحجبون. يعني هذا صار تطور. إحنا بالأسف إحنا بالبداية قد قلدنا الغرب في أوائل الستينيات بالميني جوب والميكرو جوب. أنا ما كنت أيد الشغلة هذه لأن هذا يسمونه قشور الحضارة الغربية. إحنا ناخذ لازم ناخذ منهم العلم طال عمرك والثقافة والحضارة. ما ناخذ منهم مشاكل. بعدين هم لما فرضوا علينا الميكروجوب والمينيجوب هم ردوا. واحنا بعضنا ما ردوا. طال عمرك سؤالي أنا هل أحد طلب منك تسوي هالشيء ولا من نفسك اللي؟ لا من نفسي. من نفسك. أنا أتفاعل. ما أحد يا وقال لك رجاء هذه اللوحة غطيها أو شيء؟ ما أحد قال لك. لا خليني أقول لك شغلة عشان انا سالفتي بسالفه. انا بالنسبه لي خريج معهد العالي للفنون المسرحيه قسم الديكور. قال لي عميد المعهد سعيد خطاب عقب ما تخرجت ابيك تشتغل بالسوق في مجال المسارح التجاريه. قلت له ما يخالف انا اجرب. صدفه انا جربت مره واحده بس دشيت
في المسرح على أساس سوي ديكور. سويت تصاميم، صدفة كانت المخرجة كويتية مرة وريال، كانت تقول لي أبيك والله اللون هذا تغيره، وخي الشغلة تجيبها مني والشغلة تسويها كذي. شان أطالعها وأقول لها شوفي أنا بالأساس فنان تشكيلي مو مال المسرح. نعم. واحد أو واحدة تفرض علي لا تسوي هذا، سوي هذا، لا تسوي هذاك. مع السلامة. مشكورة. تركت. ليومها أنا ما لي شغل بالمسرح. مع أنك خريج مسرح طال عمرك. مع عدل العالي. لكن لو صارت المناسبات ملوت وزارة التربية لعيد الوطني في معاهد الخاصة أشتغل كيف يعني في شغلات أصممها عشان العيد الوطني، ما له علاقة بالمسائل التجارية. المسارح التجارية عندنا هذه تعتمد على المادة وعلى التذاكر. نعم نعم نعم. هاي أيضا لوحة ثانية من الستينات اللي تم فيها إضافة. إيه هذه خلصنا منها. إيه خلصنا منها. إيه خلاص. إيه الحين هني. أشكر. طيب. طال عمرك هذه زيارة ظاهر وفد دبلوماسي كان حاضر من البحرين. طال عمرك. في سنة 70. فنانين جمعية البحرين. يو سووا معرض عندنا بالكويت. من استقبلهم صالح الشاب. صالح الشاب كان هو مسؤول عن السياحة. نعم. وصدفة بعد صالح الشاب الله يرحمه زوجته بحرينية. فاستقبلهم. بعدين قام الشيخ عبد الله الجابر الصباح اللي هو مستشار صاحب السمو. عزمنا مع البحرينيين الفنانين في بيته في بنيد القار. هاي في ديوانيته في بيته في بنيد القار، والديوانية للحين موجودة. طال عمرك في فنان بحريني بالصورة هذه؟ ايه كان هذول بحرينيين وكويتيين. حضرت اللي في الدائرة اللي على اليسار. هذا انا اللي في الدائره. هذا عزيز زباره اللي لابس الكرافته الطويله. عزيز زباره هذا اللي الجدامي. والله شوف الاسماء مو حافظهم كلهم. بس فنانين كويتيين. خليفه القطان. راح نوصل بعد شوي. خليفه القطان وعيسى. عيسى صقر. عيسى صقر خليفه القطان من الرواد. رواد الفن. اول واحد فنان متفرق من قبل وزارة التربية. عيسى صقر. عيسى صقر. نعم. نعم. الله يرحمه. نعم. توفى. الله يرحمه. نعم. هاي أيضا من نفس الفترة سنة 70. مزهرية. هاي أيضا بستشين. طال عمرك سويتها؟ طال عمرك هذه بصبعي. بالصبع. طيب. وهذه بالريشة. هذه موجودة. اللوحة موجودة عندنا في الغرفة. هني نفق الحياة. طال عمرك ممكن تشرح اللوحة هذه؟ وهو بالبحر وهو بالسماء. شوف طال عمرك هني النفق. هني هذا نفق الحياة يمثل شنو؟ الموت والحياة. نعم. نعم. هذا نفق الموت هني تحت، حتى الطيور اللي معاه اللي تحت هم تقريبا ميتين. هذا الخط الفاصل. اللي هو تحت هذا هو خط الموت. وفوق خط الحياة. هذا شوف هذاك مسوي كذي. ميت. هذا متفتح للحياة. ومعاه الطيور. تقريبا معاه هالشكل طايرين. يعني لأن سنة الحياة. موت. وحياة. عمي في تكرار أيضا للشمس دائما في لوحاتك. أشوف في تكرار للشمس في لوحاتك. احنا منطقة حارة الحمد لله وهي صحراوية، فلازم تأثر بالشمس. وألوان الشمس هي ألوان حارة. الألوان الحارة لون الأصفر والأحمر والتغالي. وبعدين يدخل الأبيض. إذا مشينا بمرحلة للأصفر يصير لون أبيض فاتح كلش. مشكور. شوف اللوحة اللي وراها. هذه أيضا هذه الحداق على الأسكلة. أخذ عنك حداد على الأسكلة. قاعد يسحب الخيط هذا. والثاني قاعد يقط الخيط. عمي شنو هي الأسكلة؟ أسكلة هي عبارة عن لسان يمد بالخشب أو من حديد أو من قاف النقعة. قاف النقعة أي في البحر. ساعات يكون قاف. اللي هو يسوون قاف حق النقعة عشان السفن تجي داخل. هذا هم يروحون على القاف يحدقون. بعدين هني طبعا ممكن تسألني ليش ما حطيت عيون وحلج. أنا اهتم هني بالحركة. حركة الشخص. يعني هو قاعد يحدق، أنا قاعد أبين حركة قط الخيط أو يسحب الخيط. أو يسحب الشبكة. لكن أو إذا رقصة العرضة. أنت ما حطيت رقصة. رقصة العرضة مثلا اهتم بحركة السيف وحركة الشخص اللي قاعد هذا. ولا اللي يطق على الطبل حركة الطبل. يسألون الناس ليش ما تحط عيون. أنا أقول لهم أحط عيون حق شغلات اللي لها ضروري. مثلا
أمومة سويت، حطيت ملامح لأن الأمومة فيها حنان، حنان الأم على طفلها. سويت العروسة حطيت لها ملامح الوي، لأن تعتمد هني العروسة على الحياء. عرفت؟ يعني تستحي العروسة شوية فيها حياء. بوتريت لما أسوي أحط ملامح. سويت الموناليزا عقب الغزو، سميتها ابن موناليزا كراي ان كويت، سويت لها تيرز دموع. هي طبعا الموناليزا اكثر الناس يظنون ان سرها في نظرتها، تروح مني طالق، تروح مني طالق، تروح مني، وهذا خطا مو صحيح. اقول لكم السبب ليش. لا طال عمرك ما علي، علشان احنا خلينا نتكلم في الموضوع. طيب مهم. طيب لكن طيب اكثر الناس ما يدري. حاضر حاضر. هي لما رسمها ليوناردو دافنشي قال لها طالع هني، فهي قامت طالع هني، طالع دافنشي هني ورسمها. نعم. الحين اذا عندنا احنا مو متاكدين من الشغله، اي واحد يروح عند المصور يطالع العدسه مالت الكاميرا، يصور يخليه يصوره ويعلق الصوره هني، ان قعد هني هو يطالع. نعم. ان قعد منك يطالعك، ان قعد مني لان الصوره فلاكس. صح. مشكور طال عمرك. طويل العمر، هذه لوحة أيضا فيها شيء جزئية مهمة جدا، أن هاي لوحة سنة 70 71، هي بداية المرحلة المرحلة الخاصة للفنان إبراهيم إسماعيل. تقريبا فترة الستينات كلها كان تجريبي، إلى ما وصلت إلى سنة 70 71، اللي هو الفاصل، وصلت إلى الفن التجريد المبسط. اي هو الاسلوب الخاص، اسلوب خاص التجريد المبسط، وهذه من بدايه اوائل اللوحات اذا مش غلطان. اي نعم. واشرح لنا بس فكره التجريد المبسط. اي بس في نقطه ثانيه عن الموناليزا. حاضر. الحين الناس يقولون سرها في يسمونه هذا نظرتها. انا اقول سرها في ابتسامتها. ابتسامتها غريبه مو طبيعيه. ليش؟ لما راح له يسمونه ليوناردو دافنشي يرسمها، رجلها كان توه متوفي، فهي كانت حزينه، كان يقول لها ابتسمي. المراه ما قدرت تبتسم، ابتسمت ابتسامه غريبه اللي هي سر اللوحه هذه، اللي اكثر الناس ما يعرفونها سر ابتسامتها. وعلى فكره ترى هاللوحه قياسها 90 في 60. ليش انا اكثر لوحاتي 90 في 60؟ لان في ايطاليا لو بغوا يسوون الفريم يسوونه قالب، يعني مو مقصص. قالب قطعة واحدة يطلع الفريم. الحزمة للقصة هذه اللي زاوية 45 ما تطلع. فأنا سويت كل معظم لوحاتي الصغيرة 90 في 60. طال عمرك بس ممكن تشرح لنا شو فكرة التجريد المبسط؟ أي أول شيء كلمة تجريد باللغة معناتها تجرد الشيء من الزوائد اللي فيه. مثلا أنا برسم واحدة مثلا لابسة ثوب، ما اهتم الا بالثوب مثلا، مو التطريز، التطريز الثوب الزري مثلا اهتم فيه، هذا التجريد. بعدين اذا هي مجرد شخصيه من بعيد، يعني اشخاص، ايش حق انا احط ملامح؟ انا ابي بس كشخص قدامي، اي عنصر مو مهم، لانه مو شخصيه، مو شخصيه. هذا التجريد، جرد الشيء من الزوائد. بعدين الفن التشكيلي، اكثر الناس يقولون شنو معنى الفن التشكيلي؟ الفن التشكيلي انك انت تشكل شيء من لا شيء، سواء كانت لوحه او تمثال او اي شيء ثاني. تشكل ناحيه جماليه، والناحيه الجماليه مهمه جدا في العمل الفني. مو معقول انا اي ارسم لوحه قبيحه، اي واحد ياخذها ويحطها ببيته تجيب لك كآبة. صح صح. إيه؟ طال عمرك. لكن تفضل. هذه لوحة، هاي صورة تجمع لنا، نحن عندنا ربع ساعة باقي فلازم استعجل. إيه يمدي إن شاء الله. طال عمرك، هاي صورة تجمع أربع فنانين كبار. إيه نعم. من الكويت. إيه. هذا بمناسبة معرض الجمعية، سويناها في جمعية المعلمين، لأن 72. إحنا متخصبقين بين الصالات، ما عندنا صالات، كنا هالمرة نسوي بجمعية المعلمين عندهم صالة عودة. إيه. خلنا من المباركية. إيه. فيها أربع فنانين كويتيين. إيه. رواد. إيه نعم. إيه؟ على اليمين اول واحد عبد الله سالم. نعم. ثاني واحد خليفة القطان الله يرحمه. إيه؟ توفى. نعم. ثالث واحد انا. إيه؟ ورابع واحد سامي محمد. إيه؟ إيه؟ سامي محمد تمثال هذا له، لانه هو نحات. نعم نعم. وهذه اللوحة. نعم. السوق. طال عمرك، انا بستغل الفرصه هذه عشان اسالك، هل كان في دور في الكويت للفنانات، ولا نسمع بس فنانين كويتيين؟ إيه؟ هل كان في نساء فنانات في الكويت؟ في الحقيقه كان في نساء شابات فنانات في الكويت
نسبتهم أقل من الحين. لما صار الاحتلال العراقي الغاشم على الكويت أكثر الناس 7 أشهر قاعدين في بيوتهم. هني سبحان الله طلعت مواهب البنات وهم في فترة إن لا دوام ولا طلعة في البيت، قاموا يرسمون لأن تكون موهبة مدفونة، فهذه فرصتهم قاموا يرسمون. فإحنا ما شاء الله عقب التحرير شفنا فنانات ما سمعنا فيهم قد مرة اطلعوا وقاموا يشاركون معانا في هذا، فهذا سبب الرئيسي. رب ضارة نافعة. نعم. هذه أيضا لوحة سويتها طال عمرك عن هذه سمتها بالسكينة، هذه أي سنة بالسكينة، سكينة بالسكينة. هذه في مؤتمر التشكيليين العرب الأول في بغداد، أنا مثلت الكويت البناني اللي في بغداد، البناني الأول لاتحاد تشكيل العرب، لأن اتحاد تشكيل العرب مقرها كان في بغداد. هذه سنة 74. نعم. طال عمرك هل كان في هل يعني تعرفت على فنانين عرب ثانيين في بغداد في البنالي مثلا؟ من هو كان موجود هناك في البنالي؟ انا قلت لك في البدايه انا عندي مشكلتين، الاسماء والارقام ما احفظها زين. مو مشكله. واخذت لوحه واحده من اللوحات اللي هذا طبعا غلاف غلاف البنالي، معرض البنالي. وهذه طبعا طال عمرك اللوحه اللي وديتها بغداد ما شفتها بعدين. هاي تكوين حركي. طال عمرك هذه هل هي ملونه ولا كان لونها اسود ابيض ولا؟ لا ملونه. بس هذه بالتصوير طالعه باهته كذي. ما ادري ليش. هذه مسويها بسكينه بعد. نعم. طال عمرك هذه تجريديه ولا كيف يعني؟ تجريديه سمبل بالسك ستايل. شوف حتى الخطوط، خلنا اقول لك شغله. شوف طرف السكينه او طرف المسطره طرف الحاد، احط اللون اسوي كذي. نعم. واشيل المسطره او السكينه قطع خط. نعم. لان بالريشه الخط يطلع عريض وما يطلع سيده. نعم. عرفت نعم. شو؟ ترى اكثر اذا في فنانات هنا يستعملون هالطريقه هذه بالمسطره او بالسكينه. نعم. مو سكينه هذه ما تذبح، سكينه البلدة. نعم. طال عمرك هذه اللوحه ايضا قديم الامومه مثل ذكرتها. بس هذه ما صار عليها شيء يعني، ما تاثرت بعدين. مثل هذه في الحقيقه من الحين ما نرسم للديود يعني. نوع من التحفظ. نعم. هذا قبل عندنا شيء عادي يعني. يعني دائما نغطي. هذه ايضا هذه عندك موجوده؟ نعم. هذه في المتحف، هذه مجموعه تشوفون يعني جالبوت قوس. طال عمرك القدو اللي هو وثقته هني سنه 80 ايضا في تجريد. اسلوبي هذا. نعم. هذا اسلوبك. الحين عندنا طلع قانون اي مكان قهوه مكان مقلق ممنوع القدو، لانه يسبب سرطان الرئه ومشاكل حق الشباب، لانه مكان مفتوح ما يخالف. هذا قانون في عليه غرامه وعليه بعد يمكن يقولون بعد في سجن حق صاحب القهوه. مكان مفتوح ما يخالف. أوكي. كنت موجود بالقهوه ورسمتها ولا بالبيت رسمتها؟ لا انا ما اروح القهاوي. انا عندي سبحان الله مره واحده بحياتي قعدت بقهوه بالصدفه في جماعه وقالوا خلنا نروح القهوه. قلت القهوه مضيعه للوقت وكلام فاضي يعني. نروح الدواوين. دواوين هناك جماعه تعرفهم تقعد تسولف معاهم مناسبات. بس الدواوين لا. قهوي. هاي طال عمرك ايضا تجريد لمجموعه سفن. اي نعم. حسب اللي فهمت المفروض تكون هاي اللوحه تكون 45 درجه. هاي شكل معين. اللوحه بدل ما نحطها كذي نحطها كذي. يعني تعلق كذي. هذه الاشرع. هاي الاشرع اللي فوق. تجريد هذه فيها ريفلكشن. شوف هني بعد تلاحظ الشمس. شوف اكثر اللوحات فيها شمس. هذه فيها شمس. نعم. هني طال عمرك افتتاح معرضي الشيخ سالم صباح السالم فتح لي 3 معارض. هني هو قاعد يفتح معرضي. اي رقم هذا؟ 83 طال عمرك. 83. 83 فتح لي معرض. وهذه معرض عن اللوحه عن الباديه. نعم. هاي مرة ثانية عمي أشوف توثيق للمجتمع الكويتي. توثيق للثقافة، توثيق للمجتمع يعني اللي عاصرته. أنا أهم شيء عندي توثيق التراث. الأسواق وثقتها. كل الأسواق. الفرجان، أكثر الفرجان المشهورة وثقتها. وثقت البادية. نعم. وثقت البادية بيوت شعر. نعم. والقنص. نعم. وشغلات. نعم. بعدين يتكلم عنها الحين. بعدين عندك يسمونه البحر.
القوس اللولو جمع البحار. شو سبب اهتمامك في توثيق الثقافة والمجتمع الكويتي؟ شو السبب اللي خلاك توثق اللي صاير؟ هذا هدف يعني رئيسي لأي واحد مواطن فنان لازم يوثق اللي يشوفه حواليه يتأثر الفنان يتأثر ويأثر على الآخرين. هو يتأثر بالمجتمع اللي فيه والمجتمع يتأثر بأعماله. طال عمرك في عدد من اللوحات رسمتها بعد الغزو بعد التحرير. هذا بعد التحرير مباشرة. هذه اللوحة إهداء عن طريق الجمعية الكويتية الأمريكية للصداقة، وهذه اللوحة صارت في مكتبة جورج بوش في تكساس. نعم. لأن جورج بوش هناك في عنده متحف خاص فيه مكتبة مكتبة جورج بوش الأب اللي شارك في تحرير الكويت. هذه قياسها متر في متر. هني هذه اللوحة سميتها المقاومة الكويتية دم ونار. هذا أثناء الغزو. نعم الغزو. عمي شايف عندك في تكرار لزيارة أو لزيارة أحداث صارت في الماضي، مثل ما حضرتك رسمت رسمة عن حرب السويس بعدها بعشر سنين. هذه أيضا عن المقاومة، هاي سويتها بعد كم سنة؟ لا أثناء الغزو، هاي 98. هذه الله يسلمك. وين كتابي هذا؟ مرة ثانية. ما علي، بعدين نشوفه. ما شاء الله كتاب عن الغزو. عن الغزو. أثناء الغزو أنا بالليل أشتغل بالليل عشان يجون عيون العراقيين حزب البعث يفتشون، وهذا من الليل للفير. عندي كتاب موثق بعنوان هتلر مرة ثانية في تسلسل غارات الأمم المتحدة في الطبعة الثانية، طبعته بأمر من الشيخ يابر عبد الله اليابر، الشيخ صاحب السمو. وبعدين فيها كاريكاتير حوالي 65 رسمة كاريكاتير عن الأحداث اللي صارت. عمي هذه لوحة أيضا تكررت مع أو الفكرة اللوحة تكررت مع أكثر من فنان كويتي، اللي هي فرحة النصر أو فرحة النصر بالصارن على حزب البعث العراقي القاشم. وعمي هذه طبعا الأسواق اللي أسواق الكويت، أسواق الكويت اللي فيها طبعا التجريد التبسيطي مرة ثانية 95. وهذا المعرض عمي معرض، لأن أريد أعطي 10 دقائق للأسئلة. هذا معرضي اللي هو المعرض 17. لأن أنا سويت 19 معرض شخصي. في صالة الفنون بالضاحية. وهذا الكتاب اللي راح نعطينا الناس يشوفونه. هذا هني قالوا يقولون ترى أن هو بعد هتلر وموسوليني. موسوليني ما كان من إيطاليا، رئيس إيطالي. وهذا موسوليني وهذا هتلر. قالوا منو الثالث؟ طبعا أنا رديت عليهم قلت لهم الثالث صدام حسين. قعدت هني وعمدوه، هذول عمدوه لأنه نفس مستواهم. مجرمين ثلاثة، هذا أجرم منهم. هتلر حرق اليهود، هذا حرق المسلمين والعرب. هذا صدام. اوريه هذا على فكره الكتاب موجود، اللي يبغى يشوف الكتاب بعدين، الكتاب موجود على الطاوله. طال عمرك قبل ما نخلص بس وناخذ اسئله من الجمهور لمده 5 دقائق، هذه لوحه سوق الحريم. هذه لوحه عندنا سوق الحريم، واعتقد عندكم انتم بعد سوق الحريم، ولا في قطر بعدكم سوق الحريم. هم فيهم حريم بسطون بسط السوق، ويبيعون بسطه بالقاع، يقعدون يبسطون. ارتفاع البسطه واحده حوالي 30 سنتي. الحين يقضون على التراث، شالوا البسطات اللي على القاع رفعوها لفوق. انا طبعا ضد الشغله هذه. هم حطوا لهم بعد كذي على ليك عشان يقولون الدروع. ما يخالف، خلوا البسطة على القاع وسووا لهم حدايد هالشكل مثل يو شيب، يلقون البسطات عليهم الدراعات عليهم. طبعا هذا شيء يعني يقضي على التراث. هذه واحدة. بعدين هذا المسقف الشينكو شالوا يحطوا مسقف حديث، يعني ما يصير شيء. طيب تسوي. انا يعجبني هني ان اكثر شيء صراحه يعجبني في مسقط. انا رحت مسقط، التراث مالهم ممنوع مهما يرممونه، لازم بالضبط مثل الاساس. يعني ياخذون تصريح. انا والله عندي بيت قديم برممه، قلت
الواجهة ما تغير فيها، رممها بس لا تغير فيها الديزاين. الديزاين يتمه. لو تروحون هناك تشوفون والله شيء عجيب يعني. عندكم أعتقد بعد فيه بعض الأسواق. فيها الآن في دبي. فالتراث مهم. طال عمرك. عشان نعرف عيالنا وأحفادنا شلون كانوا عايشين. الحين الفلبينية تقرقع. اللي هال ما يعرفون يقرقعون. تعرفون القرقعان؟ عندكم قرقعان طبعاً إنه خيمة. ما يعرفون شلون امهاتهم جداتهم شلون عايشين. صحيح. طال عمرك بس بناخذ سؤالين ثلاثه من الجمهور علشان باقي لنا 8 دقائق. فاذا في حد عندك ها. لا هو 60 دقيقه. اول سؤال الاستاذ علي العبدان. فكره وفنان فنان وكاتب الاستاذ علي العبدان صاحب كتاب كسب جائزه. بس لو تسمح لنا بس ناخذ الميكروفون لان لان التسجيل إيه ممكن تعطينا بس اسال بصوت عالي عشان سمع ضعيف. شكرا جزيلا استاذنا، وطبعا تجربه غنيه وواسعه جدا. سؤالي محدد جدا عشان ما نضيع في التفاصيل. قبل توصل الى اسلوبك هذا اللي سميت التجريد المبسط، واللي هو يعني في كثير من الاعمال مبني على بعض التقاسيم، يعني أسلوبك السابق على هذا اللي شفناه في الستينيات والسبعينيات كان فيه تعبيرية أكثر وحرية في استخدام مختلف الوسائل من الأصابع. وعلى فكرة استخدام الأصابع كان موجود حتى عند الأوروبيين، كانوا يحاولون يقلدون الرب أن خلق الإنسان بيديه والريشة والسكين وغيره. ما تحس أن المرحلة التعبيرية لو أنك استمريت أيضا فيها بالإضافة إلى هذا الأسلوب الخاص فيك ممكن يعطيك حرية أكثر، خاصة واسمح لي هالكلمة أن مثل أسلوب التقسيم هذا اللي يروح بين التجريد والتفصيل موجود في الساحة سواء في الكويت أو يمكن في البحرين مع تجارب المحرقي وغيره. التعبيرية أنا أحس أنا طالعة منك أكثر، مع أن هذا قد يساعدك على عمل موسوعي أكثر بانورامي مثل ما نشوف مثل هاللوحة هاي وغيرها أيضا. أشكر على سؤال غير. الحقيقة يعني هو بالنسبة للتعبير يعبر أكثر، لكن هو مرحلة أنا مو معناته انقطعت عنها. أرسم مرات أشياء اللي أبي أبين فيها الناحية التعبيرية والناحية الكلاسيكية، عرفت شلون؟ لكن أنا هذه المرحلة لازم أشرحها. هذا الأسلوب التجريدي يعتمد على ثلاث عناصر رئيسية، اللي هو أول شيء الموضوع، موضوع تراثي اللي هو شامل كل المواضيع التراثية. بعدين عنصر ثاني يعتمد على الخط، الخط المنحني والمنكسر والمتعرج والمموج والمنقط، كل أنواع الخطوط تحط فيه لوحة، بس مو فيه لوحة واحدة حسب الموضوع. بعدين ننتقل إلى مرحلة اللون. اللون هنا يعتمد على المساحة، مساحة اللون والضوء، انتشار الضوء ووجود الظل والنور. بعدين البعد الثالث، البعد الثالث اللي يسمونه 3 dimension. فالبعد الثالث هني شغلته نصير العنصر كل ما ابتعد يصغر، وكل ما ابتعد يصير فاتح. ليش يصير فاتح؟ لأن تأثير الضوء، تأثير الغبار، تأثير الرطوبة، تأثير المطر يخف إلى أن يندثر. الشيء الجديد نسوي قامج. ليش؟ لأن يمنى الرؤية تكون واضحة، عرفت شلون؟ فهذا بالنسبة للأسلوب التجريدي. وأنا أعتقد كل فنان المفروض عنده يكون أسلوب يميز الآخرين. أنا مثلا الأجانب يقولون إحنا ما نعرف نقرأ توقيعك بالعربي، لكن you know your style. From your style we know this painting for you. سؤالي سريع. حضرتك من الجيل اللي بلش بالعالم العربي، يعني من الجيل تبع الستينات وقتها شفنا الانفتاح وشفنا الاستقلال وشفنا. شو بتقول هلأ للجيل الموجود هلأ؟ لأنه من 60 سنة لهلأ بعدنا عنا ذات المشاكل، أنه نحن مجتمعنا ما كتير بيقدر الفن، ما كتير بيعطي مجال للفنانين مثل حضرتك. يعني كنت عم تحكي قديش كان في مشاكل أنه تلاقوا صلاة أنه تعرضوا، وهلأ وقتها بيكون في صلاة بيكون اكثر كوميرشال، يعني بيكون اكثر تجاري. من بقى انت شو الرساله تبعولك للجيل نحن هلا جيل جديد؟ انا انصح الجيل الناشئ اول شيء بالممارسه،
الممارسة بال يعني بالفن استمرارية، وثاني شيء إذا عرضوا أعمالهم لا يرفعون أسعار العمل الفني، لأن هني يصير ينفر الجمهور يقول شنو عمل غالي ليش، يحط هدف قدامه إنه مو الفن للفن، الفن للجمهور. يعني إحنا لما أنا بالنسبة لي لما نعرض أحب انتشار ينتشر عملي عند الجمهور العامة الشعب، مو بس طبقة معينة تأخذ لوحاتي، لا تحط أسعاري منخفض. حتى يعني واحد ما شاء الله مشهور ومعروف، أول ما دخل صالة معرض ما شاء الله أسعارك معقولة، هذه شهادة أعتز فيها. قلت له أنا كذي هدفي، لأن عندنا بعض الفنانين يقتر شوية يحط سعر عالي، نعم. بعدين يقول أوه ما اقتنوا مني. طبعا ما يقتنون منك، قاعد تحط اسعار خياليه ليش؟ فهذه الحين انا نصيحتي حق الجيل القادم ان بدايتهم تكون بسيطه، والانسان يتطور ستيب باي ستيب، خطوه خطوه، ما لازم مره واحده يقول لازم انا اوصل، صعبه الوصول وفي شوك، نعم. وفي معاناه، نعم. مو شيء سهل، نعم. في اذا في سؤال اخير، في حد عنده سؤال اخير؟ طيب دكتور يمكن نبي يسأل عندك دكتور أحد سؤال؟ إيه طيب إذا عمي هذه طبعا بغيت أقول لك إن نحن في العام القادم المؤسسة راح تسوي معرض في أمريكا متجول، فمعرض رايح إلى 5 متاحف في أمريكا، فالعمل اللي اختاره المتحف علشان يكون يعني ملصق المعرض هو عملك اللي هي اللوحة هذه. هذه اللوحة هذه من أخذت من موقع. هذا شيء يشرفني الحقيقة. هذا شيء صراحة إحنا كلنا يعني كإماراتي كخليجي كعربي أنا افتخر إن هم تم اختيار هذا العمل، والآن نعرف قصة العمل. وهذا المهم، وهذه أهمية التوثيق، وأحييك عمي على يعني على مجهودك ما شاء الله. أنا بعد أحييك على اللي قاعد تسويه لنا يعني حق الفنانين الخليجيين. ما شاء الله الكتالوجات، بس أوريكم كتالوجين إذا ممكن. هذا الكتالوج اللي يرجع إلى سنة 77 الأصلي، فما شاء الله يعني عمي هاي المعارض اللي نادر إن فنان يكون عندنا يوثق. إيه وهذا العي هذا العمل. هاي سعلو. إحنا عندنا سعلو مع وعندنا حمارة القايلة وعندنا الطنطر. أنا سويت سعلو، طبعا هذا كائن خيالي مو موجود. من خشب شجرة صابون المطاط متر ونص في 40 سنتي. هاي سعلو الأمهات يخرعون عيالهم عشان بالليل لا يطلعون، ترى ان طلعتوا يطلع لكم سعلو، سعلو أو سعلوة، عرفت شلون؟ فالولد ما يطلع بالليل. بعدين عندنا حمارة القايلة ما سويتها للأسف، هذا ظهاري القايلة عندنا معناته الظهر، حر، وهذا ما يبون عيالهم يطلعون، فيقوم ترى تطلع لكم حمارة القايلة لا، نعم. لا تطلعون، نعم. ما يطلعون انتم، نعم. مو في البيت، نعم. اما الطنطل فهذا يطلع في البحر، ايه. كل ما يدش يطول، ايه. كل ما يدش يطول، ما يخرج. السؤال الاخير، شو مشاريعك القادمه؟ ان شاء الله ان شاء الله سهل، ايه. معرض رام 20 في نوفمبر السنه هذه 2020 في 2019 في اي صاله؟ صارت ماكو غيرها، صارت الفنون بالضاحية، صارت الفنون. احنا نتمنى طبعا مجلس الوطني يطالب يعني نطالب احنا انه يسوي لنا صالة على مستوى عالمي، نعم نعم. احنا لازم نذكر بان اعمال الفنان استاذ ابراهيم اسماعيل موجودة في مقتنيات مختلفة حول العالم، في السفارات في نيويورك، في عندي مقتنيات في السويد، نعم. في جنوب أفريقيا، نعم. في بريطانيا، نعم. والآن طبعا انتهى الوقت، وأنا أريد أولا أشكر آرت جميل، مركز جميل للفنون على استضافتهم لنا، وأشكر حضوركم في هالساعة اللي فاتت، وأشكر الفنان الكبير أستاذ إبراهيم إسماعيل. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لكم. مع السلامة.